التطرف والإلحاد ملف معقد وبالغ التشابك، وبيتطلب أن يكون الحقيقة في حرص شديد في التعامل معه، خاصة أن زي ما أسلفنا كان في وقت من الأوقات يعني محظور الاقتراب منه، بينظر لي باعتباره منطقة شائكة. لكن بالتأكيد بعد كل التطورات اللي شاهدناها في الفترة الأخيرة واحتداد شوكة الإرهاب، وللأسف يعني إلصاق هذا الإرهاب الآثم بالدين الإسلامي الحنيف، أطلق العنان لكثير من التحسبات والتحفظات على ما يمكن أن يقول إليه التطرف بصفة عامة، سواء التطرف نحو اليمين أو نحو اليسار، لأن في النهاية كتير بيشوفوا أن يعني هم وجهين لعملة واحدة، ولا يحمد أن يعني لا يكون هناك وقفة حقيقية لمواجهتهما والقضاء عليهم. معايا في هذه الوقفة الحوارية دكتور سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. وبرحب أيضا بالأستاذ سامح عيد الباحث في شؤون الجامعات المتطرفة. أهلا بيك. مساء الخير. يعني أبتدي مع حضرتك دكتور سمير ونتفق في البداية، يعني هل في قدر من المبالغة لما نقول أن إحنا إزاء ظاهرة عندما نتحدث عن الإلحاد، أم أنها حتى هذه اللحظة يعني لا تعدو أن هي مجرد حالات، يعني صعب أن احنا نوسع الموضوع ولا يجب أن نتعامل من هذا المنطلق حتى لا يخرج عن السياق المعقول اللي ممكن هو يسير في إطار؟ هو في يعني كلمة ظاهرة احنا أحيانا ربما بنبالغ في استخدامها أو في أن احنا نشير ليها. يعني حضرتك في دائرة معارفك تعرفي كم حد، أو أنا في دائرة معارفي مش العدد الضخم. وبالمناسبة فكرة الإلحاد دي حصلت أكتر من مرة على مدى يعني التاريخ، يعني بتيجي زي كده موضة وتختفي وتظهر. لكن هل حتى هو حتى الحقيقة في اجتهادات الرصد ليها مئات، لكن هي الفكرة صوتهم عالية، أو دايما الباحث في بالذات في الميديا أو في الإعلام بيبحث عن كل ما هو غريب وبيركز عليه. يعني فكرة إن احنا نلاقي أسرة مصرية بتربي أولادها وبيروحوا المدارس وناس فاضلين ما بتلفتش النظر، لكن فكرة الإلحاد أو الشيء الغريب أو أي ظاهرة عجيبة أو غريبة بتلفت النظر، فبيبتدي الصحافة بتشتغل عليها، الملحدين دائما عشان هم شواذ بيكونوا عايزين يلفتوا النظر، فهم ليهم تواجد ربما على السوشيال ميديا، ليهم صفحات. لكن وشيء مقبول افتكر ان يسلط الضوء على القضيه دي على الاقل من منطلق الاستباقيه في مواجهتها. لا انا هو ده المنهج، ان نسلط الضوء يعني على كل القضايا ولا نتعامل بفكره يعني ان نخجل من شيء، يعني لسبب من يخجل هو من يعمل ذلك وليس من يتناول ذلك، يعني من يقوم بهذا الفعل هو اللي يخجل. بالاضافه ويمكن عشان برضو يبقى مدخلنا يعني راح للهدف، من يسعى للترويج للإلحاد هو من يسعى لزيادة التطرف، لأن زيادة التطرف تؤدي إلى زيادة الإلحاد، وزيادة الإلحاد تؤدي إلى زيادة التطرف. الأهم من كده المواطن العادي السوي، فكرة الظواهر الغريبة والشاذة في المجتمع بتعمل له حالة من الفراستريشن، يعني الإحباط، الإحباط يعني حالة من الإحباط، فيبتدي ربما تؤثر على انتمائه، ربما تؤثر على أن يرغب في أن يهجر هذا المجتمع، اللي هو المجتمع اللي أصبح ليس كما كان يريد أو ليس كما يحب يعني. فبالتالي دراستها عشان الأسرة المصرية اللي بتستمعنا تتنبه لأولادها، عشان الدولة ولها دور، أنا أقصد الدولة بمؤسساتها بما فيها المجتمع المدني اللي أنا بنتمي ليه، ليه دور، الإعلام ليه دور. لكن في اشياء كتير احنا حتى التطرف في حد ذاته في الثمانينات وفي السبعينات ربما خجلنا او لم نعطيه قدره الى ان ادى، اصبح ربما يعني بعد فتره يهدد كيان الدوله. هكمل كلامي مع حضرتك، اسمح لي ان الاستاذ سامح عيد. استاذ سامح، يعني هل حضرتك بتتفق مع الراي اللي بيفضل ان احنا نتعاطى مع الإلحاد إن هو نزع من نزعات التطرف، وإن إحنا ننظر للقضية في مجملها
ايه اللي بيودي الى التطرف في المقام الاول، وايه الاسباب اللي بتدفع شخص ان هو يعني يصل ان هو يكون متطرف بصفه عامه ايا كان هذا الشكل من اشكال التطرف. يعني يمكن اختلف شويه، يعني الالحاد موجود في مصر ربما من القرن الماضي، ولكن اللي احنا فيه دلوقتي هو الموجه الاعلى من موجات الالحاد، وانا ضد ان هو يتصنف كمرض نفسي مربع الشك. يعني ابو حامد الغزالي نفسه قال من لم يشك فايمانه ناقص، يعني هو قال ان انا وجدت ابن المسلم مسلم وابن اليهودي يهودي وابن المسيحي مسيحي، فبمعنى صح خد خطوه لورا وبعد كده اختار الاسلام عن قناعه، واعتبر اللي هم الايمان بالوراثه ايمان ناقص. ده ابو حامد الغزالي نفسه. النقطه الثانيه ان هو الالحاد مستويات، يعني في مستوى الربوبيه ومستوى اللا ادريه ومستوى اللي هو بيقولوا لا اله، وربما مستويات الربوبيه واللا ادريه اعلى من مستويات اللي هو اللا اله. ولا احنا في موجه عاليه ولابد نعترف ان في ظاهره كبيره، يعني طبقا لفيديو مصور للدكتور علي جمعه قال ان هو عملوا جابوا 650 شاب وعملوا استبيان وخدوهم يعني باعتبارات قياس الراي العام، وقال ان احنا فوجئنا، وده فيديو مصور موجود، يعني قال ان احنا فوجئنا ان نسبه 12% بين الشباب، مش 2% او 3% كان زي ما هو متوقع، وطبعا دي نسبه كبيره. فكره برضو ان هو تطرف، يعني لا يعني بيودي للتطرف، لا يعني في تقرير انا سمعته مؤخرا عن المجتمعات الغربيه فرنسا وبريطانيا وعملوا قياسات عن الشباب كان وصلت لمستويات من 50 ل 60% مستوى الحاد بمستوياته الربوبيه واللا ادريه وما شابه ذلك، ولم يؤدي هذا في المجتمعات الغربيه الى التطرف والارهاب. النقطه الثانيه طبقا لكلام الشيخ محمد عبده وعبد المتعال الصعيدي ورشيد رضا وايضا الشيخ شلتوت قالوا من لم يصل اليه الاسلام وصولا مشوقا فلا عذر عليه، يعني يعتبر زي اللي ما وصلوش الدين نهائي. ده كان كلام الشيخ محمد عبده في تفسيره لقوله سبحانه وتعالى اللي اتكرر 3 مرات، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن منهم بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اتكررت في المائده وفي الحج وفي البقره، واضيف لهم المجوس بس قال ان هو حسابهم عند ربهم يوم القيامه فيما هم فيه يختلفون. فالفكره ان هو في تفسيره لهذه الايه في تفسير محمد عبده قال ان في ناس ما وصلهاش الاسلام خالص، طبعا هو كان بيتكلم في الكلام ده 1900، الشيخ محمد عبده مات 1905، يعني بنتكلم في القرن ال 18 يعني او القرن 19، يعني 1880 1890 لغايه ما مات 1905 الشيخ محمد عبده. فهو كان بيقول في ناس ما وصلهاش الاسلام، طبعا ده مش موجود في العصر الحديث مع العولمه، وفي ناس وصل لهم ان رجل يدعي الاسلام اسمه محمد وانه كاذب لم يصلهم الاسلام وصولا حقيقيا، فهو قال ان دول زي اللي ما وصلهمش الاسلام خالص. فما بالك بقى بالعصر اللي احنا فيه دلوقتي، الناس شافت ناس تذبح صحفيين تحت شعار الله اكبر وتحت ايات قرانيه، يلعبون بجماجم الناس، يذبون النساء تحت انهم تحت تصريحات ان الدين يسمح لهم بذلك من ازيديات وغيرهم، ويخرج هؤلاء الناس بتصريحات عن الاغتصاب الجماعي وفكره السبايا وما شابه ذلك، المسيحيين اللي ذبحوا في ليبيا، الكساسبه وهو بيحرق، كل هذا فعل امام الناس تحت مسميات دينيه وتحت شعارات دينيه. ايضا بنتحدث عن خطاب ديني غير مقنع لجيل الشباب، يتحدث احيانا عن اساطير ربما تصطدم بالعلم، فكره ان سيدنا ادم في النهايه يعني عندما نتعاطى مع هذه القضيه قضيه الالحاد نتعامل مع كثير من الابعاد الثقافيه والسياسيه والدينيه والاخلاقيه، وفكره زي ما حضرتك بتقول تعاطي المؤسسات الدينيه واهميه التوعيه في هذا الاطار وبعد نفسي ايضا يعني لا ينبغي تجاهله. بينضم الينا عبر الهاتف الدكتور ابراهيم مجدي استاذ الطب النفسي، بوجه له التحيه، ومعنا كذلك الدكتور عبد الله النجار فضيله الدكتور عضو مجمع البحوث الاسلاميه، وجه له التحيه كذلك. يعني لابدا مع الدكتور عبد الله النجار. دكتور عبد الله مساء الخير. مساء، اهلا بيكي واهلا بالدكتور سامح والدكتور سمير
واهلا بالمشاهدين في كل مكان، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يعني البعض ربما يتعامل مع الشخص الملحد بانه هو ضعيف من حيث الخلفية الدينية، مفتقر إلى الثقافة، إنسان يشعر بالضياع بشكل من الأشكال، وفي المقابل البعض الآخر بينظر إليه على العكس، أنه شخص لا يقنع بما يراه من حوله، بيحاول أنه هو يتأمل ويتبصر في الكون من حوله، وقد يكون على قدر كبير من العلم ويسعى من خلال تشككه إلى الوصول إلى اليقين الكامل. كيف تنظرون إلى ذلك؟ لا، هو الموضوع أسهل من هذه التفسيرات الفلسفية والتاريخية. لأن الإلحاد بالظاهرة التي نشعر بها الآن ونحس بها، يعني أعتقد أنها ظاهرة جديدة ومتفردة، لأن احنا مثلا في الستينات والسبعينات كان الفكر الماركسي بيسود في المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية على وجه العموم، وكنا نتعامل مع هذا الفكر رغم أنه يقوم على أن الدين أفيون الشعوب وأن فكرة الدين في جملتها مرفوضة. ومع ذلك كنا نرى أناسا يؤمنون بهذا الفكر ويتعاملون معه اقتصاديا وسياسيا، لكن ما وجدنا هذا التمرد على وجود الله وعلى قيم الأديان، وعلى بل بالعكس طوعت الأفكار الماركسية لتكون خادمة للدين، وقرأنا كتب مثلا عن الاشتراكية في الإسلام وفلسفة الاشتراكية في الإسلام، طوعت الظاهرة لإبعاد الإلحاد، لم يبتعد أحد عن الله عز وجل، لكن وجود الظاهرة بهذا الشكل الحاد ليس له إلا تفسير واحد، وأنا أعتقد إن من الخطأ إن احنا ندخل التأويلات الفلسفية في إيجاد هذه الظاهرة أو الأبعاد التاريخية أو الفكرية أو حتى الدينية، لأن هو الشاب لما عايز يعرف الإسلام هل مطلوب منه أن يقرأ مجلدات وبطون وحواشي ويجلس إلى العلماء علشان يعرف الإسلام، ولا هو المفروض أن يعلم الإسلام بسماحته ووصفيته واعتداله واحترامه للكيان الآدمي واحترامه لحقوق الإنسان من خلال التطبيقات العملية التي يراها ممن يدعون الإسلام ويرفعون رايته. الإسلام لم يكتشف في الشرق أو في الغرب بالكلام أو بالقوة أو بالحرب أو ما إلى ذلك، الإسلام انتشر بالقدوة. فأنا لما أجد القدوة واحد احتكر الإسلام وقال إن أنا الإسلام، مش إن أنا أتدين بالإسلام، قال إن أنا الإسلام وإن أنا اللي أقول الحلال والحرام وأنا اللي أحكم على الناس بالإيمان وبالكفر، ووجد هذا الذي احتكر فكرة الإسلام من أساسها بهذه الصورة البشعة القميئة التي تترفع الحيوانات والوحوش أن تعيش في مستواها أو أن تعيش كما يعيش هؤلاء، القتل والتحريق والذبح، هل هذا هو الدين؟ والله إذا كان هذا الدين لا يمكن أبدا أتصور أن إنسان، ما هو ربنا ادانا العقل برضو علشان ندرك الحسن والقبح وندرك الخير والشر، وحتى المعتزلة لما قالوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قالوا الرسول هو العقل الذي ينظر في الأشياء ويلمس الشر والخير ويستقبح الشر ويستملح الخير، لما يبص يلاقي ناس عمالين يقتلوا ويحرقوا ويخربوا ويستهينوا ويكذبوا ويتنفسون كذبا، مع أن الأديان تقوم على الأخلاق وعلى الصدق وعلى الفضيلة وعلى التراحم وعلى احترام الحقوق، احترام الكيان الآدمي، سواء كان هذا الكيان الآدمي لامرأة، سواء كان هذا الكيان الآدمي لإنسان يخالفني في الدين أو في العقيدة، لما أجد ناس بهذه القدوة السيئة الشريرة الوقحة القذرة كيف يقتنع الإنسان بفكرة الدين؟ في الواقع البعض بيعول أيضا على البعد النفسي والاجتماعي في توجيه هذه الأفكار اللي ربما بتودي بشخص إلى الحاد. أرجو أن تبقى معي فضيلة الدكتور عبد الله النجار. أتحول إلى دكتور إبراهيم مجدي. دكتور إبراهيم، يعني إلى أي مدى ممكن يكون السمة الغالبة أو من ضمن المؤثرات في شخصية الشخص اللي ممكن أنه يتجه إلى الحاد في مرجعية نفسية واجتماعية في ذلك؟
في دراسات حديثة، أهلا بك يا أهلا بحضرتك، أهلا بالمشاهدين. في دراسات حديثة كانت الجامعة الأمريكية لعلم النفس عاملاها من 2016 على العوامل النفسية اللي تؤدي إلى الإلحاد، مش شرط تكون والإلحاد مش موجود بس في الدين الإسلامي أو الناس اللي بتشاهد التطرف فبتلحد، دي نظرية من النظريات، لكن في عمليات نفسية، في عمليات نفسية تاني قالوا إن قلة العدالة في أشياء ساعات بيبقى ليهم زي يعني تصبح عتاب على ربنا، بيبقى نفسهم في أمنيات تتحقق ولم تتحقق، ساعات يحسوا بمظلومية شديدة فيبقى عتابهم مع ربنا، يعني مش عتابهم مع الدين نفسه، يبقى إيه؟ يعني الدكتور علي جمعة مرة أنا سمعتها منه بيقول لك إن هم يعني مخاصمين ربنا، مش كفرة بس مخاصمين ربنا، معترضين على القرارات نفسيا، هم عندهم ساعات بيبقى في عندهم اضطرابات نفسية، تباين في الأفكار، تقلبات مزاجية حادة، يبقى نوع من التقليد يعني بينتشر زي موجات إلحادية تنتشر، فناس ما عندهاش يعني ما عندهاش ثقافة دينية بشكل كافي أو مناعة دينية بشكل كافي، بشكل كافي فبيقلدوا بعض، يقعدوا يقلدوا بعض ويتفاعلوا مع الحكاية، لكن مش شرط هم شافوا يعني في نظرية تقول لك انتشار التيار الإسلامي السياسي أو وجود داعش أدى إلى الحد، ده غير بنظرية نعتبرها قلة العدالة، قلة العدالة وعدم وجود ثقافة دينية كافية، عدم وجود صد بشكل يقنع الشباب، وللحد مش منتشر في العالم الإسلامي، الحد منتشر في أوروبا، في الدول الكاثوليكية، في البروتستانت موجود، في اليهودية موجود فقصوا على الإسلام أو تعميله على الإسلام، لا يعني ابتدى بيبقى ظاهرة، لكن الغالب إن الإلحاد مذموم ومستهجن بشكل كبير. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور إبراهيم مجدي أستاذ الطب النفسي، وأرجع مرة تانية لضيفي الكريمين دكتور سمير راغب. الربط بين الإلحاد وبين ما قال إليه الإرهاب على مستوى العالم وانكشاف كثير من الأقنعة لمن يلبسون عباءة الإسلام، يعني عندما يقومون بمثل هذه بأعمال القتل والتدمير المستهجنة، هل حضرتك بتشوف إن في دلالات في الزمان والمكان مرتبطة بهذا الثنائي؟ بس أنا أستاذنك في تعقيب يعني في دقائق بسيطة، يعني لا عشان اللي بيسمعنا ما يتوهش مننا. بالمناسبة للي ما يعرفنيش، أنا أول تخصص بعد تخصصات الجامعية، تخصصي الرئيسيين اللي عندي اللي هو بكالوريوس علوم العسكرية وبكالوريوس الهندسة، هو بحوث العمليات، وهو مختص بالإحصاء. يعني موضوع الإحصاء هو أول تخصص بعد اللي هو يعني البوست جرادويت تبعي. فكرة الفرق، أنا أتفق مع الدكتور صديق الدكتور فضيلة الدكتور عبد الله النجار في فكرة أن نشكره طبعا جزيلا على التواصل معنا. طبعا هو صديق طبعاً عزيز طبعاً. يعني وشاركنا مع بعض في لقاءات هامة جدا. يعني الفرق، موجة الإلحاد الأعلى كانت في الستينات، وكان في الوقت ده وحتى وقت قريب المسيطرين على الحركة الثقافية من المركزيين والشيوعيين واللادينيين، وهذا الجيل اللي هو يعني يمثل جيل والدي اللي هو كان يعني عشان تبقى حد لطيف كده تبقى ملحد، عشان تبقى مثقف لازم تبقى شيوعي. طيب الفرق اللي حصل دلوقتي ايه؟ ان بالتكنولوجيز اللي بقت موجودة تقدر ترصد الظاهرة في خلال دقائق من خلال مصادر كثيرة، سوشيال ميديا، تعمل كويشنير، تعمل نموذج وتاخد نتائج فورية، فده اللي خلى الظاهرة بقت يعني توحي للبعض بأنها يعني في الموجة الأعلى، وأنا مختلف مع ده، وخاصة أنا من الصعيد، أنا من أسوان، ففي الصعيد وفي أسوان وفي الفلاحين الكلام ده مفيش الكلام الفاضي ده، شيوعيين ولا دينيين ومسلمين والكلام ده مفيش الكلام ده، لكن هي دايما بتظهر في المدن الكبرى دي. النقطة الثانية، من الأخطاء الفادحة واللي بتهدد مجتمعنا قضية العولمة. أنا لما بحكم، أنا لما برد دلوقتي من بداية اللقاء برد على مجتمع أنا بنتمي ليه، لكن فكرة إن إحنا نتكلم فيما يحدث في أوروبا وما يحدث في العالم
دي يعني قضية مقاربة أنا أراها يعني ربما تكون حلوة في مؤتمر علمي، لكن كان يعبر عن مجتمعنا بما يحدث في أوروبا وما يحدث في أمريكا. دي كان في الوقت اللي كان فيه هنا ده كان فيه بارا الهيبز والبيتلز والكلام ده. فليه؟ لأن قضية العولمة فكرة إن أنا شيوع الثقافة، إن تبقى يعني إحنا ثقافة العالم كله، ودي اللي يعني ودتنا كتير بدءا من التطرف بكافة أنواعه سواء كان أخلاقي أو يعني التطرف في اليمين أو في اليسار. بالمناسبة يعني الإلحاد هو تطرف في اتجاه اليسار، والتطرف أو الراديكالية أو الأصولية الدينية هو تطرف في اتجاه اليمين. فبالتالي أنا أرى وبديت كلامي بده أن العولمة أدت لما نحن فيه الآن من سواء تطرف ديني بكافة الأديان مش في الإسلام بس، يعني تطرف في اليهودية والمسيحية واللادينية وكله بقى في تطرف ديني يعني بيرفع شعار ديني أدى إلى تطرف في ناحية أخرى. ده ناس نشأ نتيجة عوامل أبرزها حاجة بتسمى التناقض الإدراكي. التناقض الإدراكي أن يكون لدى إنسان رؤية للمجتمع، للحياة، للمعاملات بكافة أشكالها، الاقتصاد، المرأة، ويكون في مجتمع بيعيش بطريقة أخرى. سواء كان هذا التناقض، يعني التناقض الإدراكي ده موجود عند الملحد اللاديني وموجود عند الراديكالي أو الأصولي أو المتطرف. الظاهرة دي مصنوعة بقى في الإعلام الموجه، في السوشيال ميديا الموجهة، في المنصات الموجهة، عشان تفقدك أول شيء الانتماء. الانتماء بدءا من انتماء للأسرة، يعني المجتمع سواء كان القرية أو القبيلة، وصولا للانتماء، أنك تفقد الانتماء. طيب الانتماء هو إيه؟ مجموعة القيم والموروث الثقافي اللي بنعيش فيه، اللي حتى مش مكتوب في قانون إزاي نتعامل مع بعض. فأنا لما كنت فقد الانتماء أبتدي يكون ليه سلوك شاذ عن المجتمع. فالفقد الانتماء هو فقد الولاء، لأن الولاء مرحلة تأتي بعد الانتماء، ثم مرحلة المواطنة وهي علاقة اللي بيسموها علاقة الموجودة في الدستور في الحقوق والواجبات. المواطن هو من يؤدي حقوقه وواجباته ويحصل على يعني يؤدي واجباته ويحصل على حقوقه لغاية ما نوصل للانتماء الوطني اللي هو الوطنية. لا دي بقى بيبقى ملتزم بحاجات لو خالفها مش هيحاسب قانون، يعني بيؤدي واجبات. يعني على سبيل المثال ان انا بقى محترم تاريخ بلدي انتماء وطني، ان انا اكون بحترم جيش بلدي في داخلي هذا انتماء وطني، ان يكون عندي استعداد اخرج من مرحلة الفكر الى مرحلة البذل، يعني مرحلة الثقافة لمرحلة الموضوعية، ان انا يبقى عندي استعداد اتبرع لبلدي سواء بمالي او بدمي او باي حاجه في الدنيا. مفهوم يا دكتور. اذا هذا كله بقى بيحاربوه في الاتجاهين، التطرف ناحيه اليمين والتطرف ناحيه اليسار. طب اسمح لي في دقيقه فقلب في كلمتين. اتفضل. طيب خطوره ان احنا نقول ان الالحاد منتشر، كون ان انا المتلقي يوصل له ان هذا الشيء منتشر ربما يكون بيقاومه فيستسلم له باعتبار ان هو بقى ظاهره. يعني ده موضوع الإلحاد بقى عادي، طب ما اجرب ألحد. يبقى انا لا، الاساس في مجتمعنا السويه، الاساس في 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 ان يعني تيجي كده موجه تضخم في الاعلام اللي احنا مش منه وفي السوشيال ميديا اللي احنا بنقاومها ان الإلحاد اصبح ظاهره. فممكن واحد من اللي بيسمعونا يقول لك الله، طب ما هو ظاهره يا جماعه، طب انا متخلف ولا ايه؟ طب ما انا ما اروح للظاهره دي. طب هي ليه؟ اسمح لي اتلمس بقى القواسم المشتركه بين الالحاد والتطرف. يعني استاذ سامح، ليه تسمى الحاد؟ يعني ليه ما نظرش اليه ان هو شكل من اشكال التطرف الديني؟ ده سؤال. السؤال الثاني كمان القواسم المشتركه اللي بين الالحاد والتطرف، لان يمكن دوافعه بتختلف، ممكن بيجمع بينهم ان يا اما تكون انطلاقا من الاكثار من القراءة والعلم والثقافة، ويعني ده اللي بيخلي الفكر يتجه إلى ما ينظر إليه إن هو تابوهات، وأيضا قد يكون الإحساس بالضياع أو الإحباط زي ما الدكتور سمير أفاد في وقت سابق ممكن يكون منطلق أيضا يعني السقوط في هذه المساحة. يعني بداية طبعا أنا شايف إن الإنكار مش حل، لا الظاهرة موجودة بالذات مش جيلنا أنا استاذ سمير وباشمهندس سمير، ولكن موجوده في
جيل أبنائنا بشكل كبير. أنا محتك بطوائف من الشباب واتكلم معاهم. في احنا مأزومين حضاريا، الشعب المصري بشكل عام مأزوم حضاريا ونفسيا، لابد ان احنا نعترف بذلك، لان احنا شعرين ان احنا في العالم الثالث ومش قادرين نتحرك من المنطقه اللي احنا فيها. وبعدين هو العولمه ساعدت ان هو في اتجاهين، هو شايف عالم غربي متقدم، ربما احنا من بعض الناس بتتهم ان هو صليبي كافر او ان هو ملحد زي اليابان او الدول دي، وشايفينهم في قمه التطور، سواء الناس بتروح بنفسها تدرس هناك او تسافر هناك، بتتيح لها الفرص السفر، بيشوف مجتمع استطاع انه يعمل منظومه اخلاقيه بعيده عن الدين. المجتمع الغربي على فكره، فرنسا على سبيل المثال ما بيختارش الديانه الا بعد 16 سنه، وعندهم ما فيش مشكله تختار اي دين او لا دينيه، ما عندهمش اي مشكله ما دام ما بتمارسش عنف ضد الاخرين، ما بيعتبرهاش قضيه. بالعكس في المانيا على سبيل المثال ما فيش حد بيصرف على دور عباده، فانت الشخص بيسجل في الحي ان هو مسيحي فبيتاخد جزء من ماله للكنيسه، وبناء عليه الناس اللي مش عايزه تدفع للكنيسه بيسجل ان هو لا ديني او ان هو مش منتمي للدين عشان ما يتاخدش، مش عايز يدفع نسبه للكنيسه. وكثير من الكنائس في امريكا اشتراها مسلمين وعملوا مساجد، ده منتشر الموضوع ده جدا، المسلمين بيحبوا هناك يشتروا الكنائس بالذات لان ما بتلاقيش مصلين او ما بتلاقيش داعمين، وبيحولوها لمسجد للمسلمين. ف ايضا العولمه ساعدت في سهوله وكثافه المعلومات، وانا مطلع على قنوات يوتيوب بتروج بشكل كبير للالحاد ومواقع على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي وبتشكك في الدين ولا تجد من يرد عليها، لان برضه طبعا الدكتور عبد الله النجار صديق وتقابلنا في اكثر من لقاء، ولكن هم مش محتكين بالسوشيال ميديا بالكم المناسب عندهم. طبعا دار الفتوى بتتواصل مع الانترنت، ولكن القنوات وسواء اليوتيوب او المواقع اللي تبث تشكيك كبيره جدا. النقطه الثانيه علاقتها بالتطرف والارهاب، ان هو فعلا مش قادرين نحل اشكاليه التصادم بعد التراث وجزء من التراث، مش المصدر الاساسي للدين مع العلم ربما، وترويج ربما احيانا حاجات ليست من اصل الدين تتصادم مع العلم او تتصادم مع التطور، ولا نقدم اجابات مقنعه. وعندما مثلا تصدر الدكتور عبد الصبور شاهين وكتب ابي ادم وقال بعض الاطروحات الجديده واخذ من الايات القرانيه وقدم تفسيرات جديده، تم تكفيره. الله يرحمه طبعا الدكتور عبد الصبور شاهين كان عامل كتاب مهم اسمه ابي ادم، كان بيحاول يحل اشكاليه التعارض مع التطور او بعض المرويات اللي هي ليست من اصل الدين مع التطور. فعندما تقدم بعض الناس باطروحات تعالج المشكله بيتم صدهم. النقطه الثانيه ان كثير من نجوم الشيوخ سقطت هيبتهم، اللي اتجوز 30 40 واحده واللي بيبدل واحده الرابعه يبدلها كل شويه ويتحدثون عن الزهد ويركبون الهامر، حصل سقوط معنوي لكثير من المتحدثين باسم الدين والنجوم الكبار باسم الدين، بعيدا طبعا عن كثير من مشايخ الازهر المحترمين بيقدموا رسائل الاسلام الوسطي بشكل جيد وبيحاولوا يعالجوا الاشكاليات. عارف تقصد ان بعض من ينظر اليهم كرموز كانوا دعايه ليس بالدعايه الحسنه بالتاكيد دعايات سلبيه كبيره جدا يعني، وانحرافات اخلاق وحاجات كتير جدا ظهرت على بعض النجوم الكبار من المتحدثين باسم الدين. كل هذا حدث بالنسبه لجيل الشباب، وانا مش عايز اقول لك نزلت المرحله الاعدادي، ربما في الصعيد وفي القرى لا يعلنون، لان اعلان الالحاد لها يترتب عليه امور فقهيه، ربما يقتل، ربما لا يدفن في مدافن المسلمين، ربما لا يزوج. ففي فرق بين عدم القدره على التصريح، ربما البعض بيكون خايف من استهجان المجتمع طبعا، مش عايز يعمل مش مجرد استهجان، ربما يصل الى القتل، عدم الزواج، التطليق، لان كان في طبقا للاحصائيات كان بيكلموا عن مش عارف 6000 حاله طلاق بسبب الحاد الزوج. لكن يعني في فريق اخر بيشوفها قضيه مصير يعني، لا انا قصدي، لا انا اقصد في المقابل ممكن يكون في بعض الملحدين بيشوفوها قضيه مصير يعني، بالعكس ممكن يكونوا عايزين ياخدوا المزيد من الصلاحيات، عايزين يعترف بيهم حتى ان يكون في بطاقه الهويه الخاصه بيهم بالضبط، دول في المدن ملحد. والنشطاء في هذا المجال. ولكن السوشيال ميديا وصلت الى قاع الريف و التشكيك رهيب. مش عايز اتحدث عن اصلا عشان ما اعملش دعايه لقنوات على اليوتيوب او غيرها بتروج لمثل هذه الامور، ولكن بيدخلوا في نقط شديده الحساسيه ربما في التاريخ او في التراث، وتحتاج الى ردود
حقيقية. فهذه المعلومات أصبحت تصل بسهولة عن طريق اليوتيوب أو عن طريق السوشيال ميديا، ولا يجد الشاب من يرد عليه هذه الأطروحات. ربما أحيانا الأب مشغول في العمل، الأم مشغولة في شغل البيت، ما عندهاش المعلومات الكافية عشان ترد على هذه الأسئلة الحرجة جدا أو الحرجة للغاية. فلا، لو اتعمل قياس رأي عام حقيقي ربما نجد الأمر أيضا موجود في القرى والنجوع، ولكن في فرق بين أنه موجود وأنه ما فيش قدرة على التصريح بسبب الاستهجان الاجتماعي اللي بيصل إلى ربما الهجر الاجتماعي، ما يقدرش يتجوز، ممكن يطلق من مراته، ممكن ما يندفنش في مدافن المسلمين، تترتب عليها أمور اجتماعية كثيرة جدا. تمام. بخلاف اللي هم في المدن اللي هو عايز يصرح وعايز يتكلم بجرأة وربما عايز يدعو. بد ان احنا نفرق بين الشخص الملحد واللي بيدعو الى الالحاد وبيروج للالحاد بشكل او باخر. وممكن نفرق افتكر بينهم كمان وبين الشخص اللي بيسلك الشك للوصول الى اليقين. يعني شفنا المنطق ده عند فلاسفه كتير، انا ده اللي قاله ابو حامد الغزالي وغيرهم، يعني ده اللي قاله ابو حامد الغزالي وقال ان هو من لم يشك في امامه ناقص. ده هو كان فكره كده، ان انت مش ان انت عشان انت اتولدت مسلم او عشان انت اتولدت مسيحي تبقى مسيحي، لا، لابد ان تدرس الاعتقاد بتاعك وتقتنع بيه عن يقين. طيب احنا اتكلمنا عن القواسم المشتركه، اتكلم مع حضرتك يا دكتور سمير عن نقاط الاختلاف والتباعد بين المحورين في هذه الثنائيه، يعني التطرف الديني المتعارف عليه والالحاد. يعني على ايه الفروق الجوهريه اللي حضرتك بتشوفها؟ يعني على سبيل المثال البعض بيشوف ان لا، ما شفناش بقى من يتبنون الالحاد ان هم يمارسوا العنف مثل ما هو في الفريق المضاد، لا بالشكل اللافت اللي احنا يعني بنشوفه. اقول لحضرتك هو اي خروج عن السويه يعني في واحد ما عندوش مرجعيه اخلاقيه، ما عندوش مرجعيه دينيه، ده ممكن يعمل كل حاجه. بدليل حاجة يمكن احنا واحنا بنحكي ما اشرناش لظاهرة عبدة الشيطان اللي ظهرت. ما هم كانوا بيقتلوا وكانوا بيسفكوا دماء بعض. يعني فكرة اي حد يخرج عن السوية اللي عليها الانسان الطبيعي، واللي انا يعني مختلف مع استاذ سامح بشكل كبير، يعني هو يعني في فكرة ان انا عندي نظرية وعايز اعممها، دي اولا انا بالمناسبة مش نخباوي خالص، بس هو مش الحاد يعني عبدة الشيطان بيعملوا طقوس. لا هو انا احترمت، لكن يعني هو في نقطة، هو قال انا في دائرة معارفي. انا دائرة معارفي ممكن تكون ناس طيبين، وهو دائرة معارفه في منتشر فيها ده، لكن هو راح بقى لمنطقة انا، يعني انا مش نخباوي، يعني انا من اسوان ونزلت دورتين برلمان في اسوان جبتها من اولها لاخرها، وهنتكلم بصراحه، وكنت ضابط في القوات المسلحه على مدى 25 سنه، وبحتك بالمجند. وبحتك ببيئته وبيحكي لي ومتلاصق، وكان شغلي دايما ليه علاقه بالامن. يعني شغلتي ان انا الاقي المنحرف ده والمنحرف ده، مفيش الكلام ده. انا بس حوجزها في حاجه، الناس في الصعيد بيصحى الصبح بيجري ورا اكل عيشه، وفي الفلاحين وفي الدلتا، لا فاضي للكلام الفاضي والالحاد ويسارتر وماركس، مش فاضيين الكلام ده. مفيش، مش فاضي بقى ان هو يبقى الملحد بس هو مش عايز يصرح. كما لو كان الصعيدي بيطلع والفلاح اللي هو المواطن اللي بيمثل 99% من الشعب المصري، احنا في مصر بنعاني من 0.5% متمثل في اخوان ودواعش والكلام ده، او اقل من 0.5%، و0.5% نخب اللي هو لخص يعني خلص كل حاجه في الدنيا عنده، بيروح جامعه خاصه وبيصرف على نفسه. بالمناسبه يعني انا ابني مخلص جامعه خاصه، وكنت بشوفه وبشوف اصحابه متدينين، مفيش الكلام ده. والتناقض بقى في ان يطلع واحد هيقول لك ايه، ما نسبه المحجبات زادت في مصر، ويطلع يقول لك ما نسبه الالحاد زادت. ازاي يجتمع الشيء ونقيضه في مصر؟ ازاي في مصر في يعني يعني تزمت زايد ونسبه تزمت، وتلاقي واحد يقول لك ايه، شوف الستينات كانت الستات لابسه ايه، ويجيب ستات لابسه يعني زي اوروبا، وشوف دلوقتي بين ايه. ده تناقض، وللاسف احنا هو خط وسط بقى بينهم الاعتدال، ولا تجعل يدك مغلوله على عنقك ولا تبسطها كلها. انا من وجهه نظري الاعتدال في مصر 98%، 98% من الشعب المصري بيجري في انحرافات اخلاقيه في مخدرات في الكلام ده، لكن حتى اللي بيشرب مخدرات تيجي ناحيه الدين يقول لك الا الدين.
لا، انا من وجهه نظري وانا مواطن مصري، يعني جبت مصر من حلايب وشلاتين 6 سنين لغايه حدود السلوم لغايه رفح وما بينهم، ولي اصدقاء في كل حته في الدنيا. معلش حضرتك، للاسف الشديد احنا بنحكم من مصر على حاجه اسمها بيسموه بايس استيميتور، يعني متوقع منحاز، اللي هو اللي بيملك ان هو يبقى عنده سوشيال ميديا. في ناس مش لا تملك انها تجيب موبايل سمارت فون، راجل بيشتغل بالنا وبيشتغل وجهه نظر حضرتك وضحت يا دكتور سمير. انا دي وجهه نظري وانا بقول الحق. بالمناسبه لو قلت ان المصريين نسبه الالحاد بقت 51% ما حدش هيحاسبني. جمله تعقيبيه اخيره، ولا حد هيكفيني لما اقول ان الكلام ده كلام لا يعبر عن البيئه المصريه. جمله تعقيبيه اخيره. يعني طبعا نتمنى ان المجتمع، يعني فولتير كان ليه كلمه مهمه جدا، قال لك انا ملحد شريف ولكن احب ان تكون زوجتي مسيحيه متدينه عشان ما تخنيش، وخادمتي مسيحيه متدينه عشان ما تسرقنيش. المجتمعات العالم الثالث الالحاد على بالنسبه للعالم خطر، لان هو سيستبيح كل شيء بما فيها الاجرام ذاته، لان سيتحلل الاخلاقي فقط، ولكن ربما يصل الى الاجرام عندما يشعر انه لا حساب او لا. اسمح لي اختتم بالعباره البليغه دي الحقيقه، يعني قصه فعلا يصح ان احنا نتوج بها لقائنا. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ سامح عيد الباحث في شؤون الجامعات المتطرفه، شرفتنا. والتحيه واجبه ايضا يا دكتور سمير راغب رئيس المؤسسه العربيه للتنميه والدراسات. اهلا بيك، شكرا لكم. اشكر لكم حسن المتابعه مشاهدينا الكرام. ختم لقائنا مع حضراتكم النهارده في من القاهره، تصبحوا على خير، واترككم بعد قليل لمتابعه ساعه اخباريه شامله على شاشه قناه